صباح النور أستاذ عبد الكريم، وأهلا وسهلا بك معنا. صباح النور أستاذة سارة، يسعد صباحك ومشاهدينا الكرام. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك. يعني بداية أخبرنا عن هذه المنصة، هل الفكرة جاءت مثلا بسبب كوفيد 19 كورونا وحالة الإغلاق التي سادت كل مكان؟ طبعا الفكرة قديمة حديثة، وجدت منذ سنوات. قدمناها كفكرة كفريق شبابي، قدمنا فكرة إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الإلكتروني، لكن في ضوء جائحة كورونا كانت انطلاق الفكرة على أرض الواقع كفكرة عملية تقوم على التعليم الإلكتروني الذي يقوم على الدمج بين التعليم الوجاهي والمحاضرات المصورة التي تقوم على المزيج بين الطالب والمدرس في منصة واحدة لتكون نقطة انطلاق ليفهم الطالب ماذا يريده المدرس وما يتطلبه الدروس التعليمية. نعم، طيب أستاذ عبد الكريم، خلينا ندخل في العمق أكثر وأشرح لنا آلية عمل أكاديمية، المميزات التي تقدمها. نحن نعلم أن المنصة تقدم محاضرات ودروس في منهاج الثانوية العامة، يعني هي الآن مختصة بطلاب الثانوية العامة. أخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. صحيح، نحن من خلال دراستنا لسوق العمل ومن خلال دراستنا للمشاكل التي تواجه طلاب الثانوية العامة، وجدنا أن الطالب لا يستطيع أن يتفاعل مع المدرس، فوجدنا له مساحة حرة لكي يستطيع أن يحضر المحاضرات المصورة ومن ثم أن يتفاعل مع المدرس الخاص به بعدها يقوم بالإجابة على الأسئلة التي يطرحها المدرس بصورة تفاعلية، ويستطيع أن يكون له تواصل مباشر عبر دردشة خاصة به بينه وبين المدرس، ووجود كمان تلخيصات. المدرس يستطيع أن يضع تلخيصاته ويضع أسئلة ويضع نماذج مقترحة، يستطيع من خلالها الطالب أن يتفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني إذن المحاضرات المصورة هي موجودة طيلة الوقت، حتى إذا أراد الطالب لاحقا العودة إليها ومراجعة بعض الأشياء هي موجودة، وهناك هذه الفرصة التفاعلية مع الأستاذ الذي يعطيه المعلومة ويستطيع أن يناقشه فيها. هناك جملة مكتوبة على صفحتكم: نحرص على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل يرتقي به نحو التميز والإبداع. أوكي، طيب، أخبر التميز والنبوغ في كافة المجالات. أخبرنا أكثر عن هذه الجملة الموجودة في صفحتكم، كيف تعملون على تحقيقها؟ صحيح، نحن نعمل على تحقيق هذه الميزة من خلال أننا برنامج متكامل. الطالب بعد أن ينتهي من مرحلته الدراسية في الثانوية العامة ويحقق النجاح والتفوق بإذن الله، نؤهله إلى أن يكون ملتحق بسوق العمل. نحن في صدد إعداد دورات متكاملة في التصميم والبرمجة وما يحتاجه سوق العمل، التسويق الإلكتروني وجميع المجالات. نحن في صدد إنشاء محاضرات وكورسات تدريبية تؤهل الطالب للالتحاق بسوق العمل بعد أن ينتهي من دراسته في الثانوية العامة. نحن نوفر له بيئة جيدة لكي يستطيع أن يندمج في هذا السوق ويكون له فرصة عمل جيدة يستطيع من خلالها. بالإضافة إلى ذلك، نحن أنشأنا مدونة تواصل مباشر بين الطالب والجمهور وتروي قصص نجاح طلبتنا في هذه المنصة، وتضع الأساتذة والمحاضرين والمثقفين يضعون كتاباتهم ومقالاتهم وإثراءاتهم على هذه المنصة التفاعلية التي تكون لها صدى وتكون لها أثر كبير على الطلاب
في الثانوية العامة. نعم يعني أستاذ عبد الكريم، أنا اطلعت نوعا ما على موقعكم، هناك فعلا مقالات ونصائح جدا مفيدة للطلاب، مثلا كيف تنظم وقتك مع الدراسة عن بعد، كيف تستطيع التركيز في الدراسة، يعني هناك هذه الأشياء التي ربما يقال عنها soft skills باللغة الإنجليزية أو المهارات الناعمة، وكأن الشق التعليمي ليس هو كل ما تتوجهون إليه من خلال منصتكم، ولكن تعملون أيضا على بناء الشخصية. هنا يأتي السؤال، إقبال الطلاب كيف، يعني إلى مدى، إلى أي مدى لمستم إقبال الطلاب على هذه المنصة؟ طبعا وجدنا إقبال كبير من الطلبة على هذه المنصة، بالذات طلاب الثانوية العامة، وجدناهم يتفاعلون معنا في المشاركة بينهم وبين المعلمين، وجدناهم فرحين أنهم وجدوا أخيرا ما يبغونه، ووجدوا المدرس يستطيع أن يقدم المادة المصورة، والطالب يستطيع أن يسأله ويفهم الطالب المادة بشكل مبسط، نستطيع أن نوصل المعلومة، والمدرس يستطيع أن يعرف مدى استجابة الطالب ومدى فهمه للمادة. نعم. طيب، يعني تحدثت في بداية حديثك أستاذ عبد الكريم أن الفكرة كانت من قبل انتشار فيروس كورونا، ولكن تم انطلاقها مع بداية كورونا، فالآن أنتم تعملون مع طلاب الثانوية فقط. هل يمكن في مرحلة لاحقة أن تشمل هذه المنصة طلابا من مراحل أخرى كالابتدائية أو المتوسطة؟ صحيح، نحن في خطتنا في العام القادم إن شاء الله رب العالمين سيكون جميع المراحل الدراسية موجودة معنا في هذه المنصة، ونحن نتيح مساحة في هذه المنصة لجميع المدرسين وجميع المحاضرين في كافة المجالات، لأن يكونوا في هذه المنصة ويستطيعون أن يضعوا محاضراتهم بشكل مجاني. طبعا المنصة مجانية بشكل كامل، وإن شاء الله سيتم انطلاق الكورسات التي نضعها الآن على هذه المنصة من بداية العام الجديد مجانا لجميع طلاب الثانوية العامة، ستكون بشكل مجاني إن شاء الله رب العالمين بداية العام القادم إن شاء الله. يعني موفقين، وبصراحة ما تقومون به هو عمل رائع جدا، وأتمنى أن تتوفر مثلا فرصة مشابهة أو منصة مشابهة في دولنا العربية التي ربما لديها مشكلة في هذا النوع من التعليم أونلاين. المدير التنفيذي لمنصة بس ليرن عبد الكريم الدريملي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من غزة. عفوا. شكرا جزيلا لك.